للمزيد ينضم الينا من كوفنتري مدير المصدر السوري لحقوق الانسان المعارض السيد رامي عبد الرحمن. اهلا وسهلا بك سيد رامي عبد الرحمن. نريد ان نعرف اخر التطورات في الغوطه الشرقيه والحصيله مرتفعه في صفوف المدنيين لحد الان. نعم طبعا الحصيلة هي في ارتفاع مستمر، اليوم فقط لوحده ما لا يقل عن 22 شهيدا مدنيا في قصف جوي من قبل طائرات النظام على مسرابة وعلى مديرة، وقصف مدفعي على دوما. في مسرابة ما لا يقل عن 15 شهيدا، في مديرة ما لا يقل عن 5 شهداء وشهيدين في مدينة دوما. طبعا للتذكرة بأن هذه المجازر هي مستمرة منذ أن قرر نظام بشار الأسد تنفيذ ضربات جوية مستمرة على الغوطة الشرقية واستهداف كامل الغوطة الشرقية، وأيضا هنا تكذيب لما قالته روسيا بأنهم توصلوا إلى اتفاق لوقف أطلاق النار في الغوطة الشرقية. واليوم مسرابة التي تعرضت للقصف ليست خاضعة لفيلق الرحمن أو أحرار الشام، هي تحت سيطرة الجيش الإسلام الذي وقع على اتفاقيات مع روسيا. المجازر مستمرة دون أن نتحرك، والمجازر مستمرة دون أن يقول لنا من سيجتمع بجنيف هل هم قادرين على وقف هذه المجازر. المجازر ليس فقط في الغوطة الشرقية، أيضا الطائرات الروسية في البوكمال خلال ال 72 ساعة الفائتة ما لا يقل عن 45 شهيدا مدنيا في ظل غياب إعلامي كامل عن هذه المجازر. وأيضا طائرات التحالف الدولي اليوم عادت لتنفذ مجازر على الضفة الشرقية لنهر الفرات وقرصنت وجرحت عدد من المدنيين في قصف لبلدة تقع على الضفة الشرقية. أن القتل مستمر في سوريا، ونتحدث عن الانتهاء من تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا هناك منطقة جغرافية سورية أخرى تشهد اشتباكات على وهي ريف حما الشمالي الشرقي، دخل إليها قبل 5 أيام مئات عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وصلوا عبر البادية السورية. هل قامت القوات الروسية وقوات النظام بفتح ممرات لهم ليصلوا إلى مناطق جبهة النصرة ويشتبكوا مع جبهة النصرة في تلك المناطق؟ كل شيء وارد. أشكرك سيد رامي عبد الرحمن مدير المصدر السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا من كوفنتري في بريطانيا.